Les matchs à filer ici, on joue contre Tétouan aujourd'hui. On a un grand match aussi le dimanche, c'est pour cela aujourd'hui. On était déterminés à remporter les 3 points. Je suis très ravi, je l'aime beaucoup et puis Dima, oui dad. Je veux que les joueurs aient l'occasion de faire un match, comme tu sais, كانوا لاعبين جدد باش يكون باش يجيو لاعبين جدد ويعطيو يعطيو يعطيو المسا ديالهم. دونك كنبغي نشكرهم، كنبغي نشكر اللاعب اللي ماركا دو بوت، كنبغي نشكرو وان شاء الله هذه المقابله يعطينا حافز كبير ان شاء الله في المقابلات المقبله ان شاء الله. والله الا انا تنحبهم وتنبغيهم وتنقول لهم الله يخلينا ديما كنبغيو بعضياتنا. مع عروض انا دابا فرحان في الفريق ديالي وبالعكس لاقي راحه ديالي نسبيرون ان شاء الله في لا فان سيزون الا كانت شي حاجه اللي غادي ترضي الطرفين مرحبا، ولكن انا راني فرحان اما في المغرب ولا في افريكا انا كنبقى في الوداد ان شاء الله. وكيف ما قلت كنا محتاجين هذا الفوز هذا اللي غيخلينا نتنفسوا الصعداء في البطوله ونحتلوا الصداره. الحمد لله كنبغي نشكر اللاعبين على هذا المجهود اللي قدموه في هذه المباراه وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا في المباريات القادمه ونخليو غادي في سلم الترتيب في الاولين ونحققوا اللقب ان شاء الله 21 اللي مالا ان شاء الله. تنقول لك باقي لحد الان باقي ما شفتوش واش اورجو ولا ماشي اورجو وان شاء الله نقول الكلمه ديالي في المباريات القادمه ان شاء الله ونسجل احسن من الاهداف ان شاء الله. وما كيفاش ما قلتي فرحت وفي الاخر لقيتو اورجو واش غنقول لك وان شاء الله نقول الكلمه ديالي ان شاء الله ونسجل بحال هذه الاهداف كثيره ان شاء الله. ورغم ما كاينه وتسجل علينا وعدنا ماركينا وكنا نقدروا ماركيو اكثر من الحظ ما ساعفناش، مي هذه مقابله خاصنا نساوها، خاصنا نفكروا في مقابلات نهار الحد باش نمشيو ان شاء الله نلعبوا الشامبيونز ليغ في ارتياح. هو الصراحه هذاك الشيء كيبقى ديال الجمهور انه يحسوا اللاعب ولا حيت الوداد هذه يعني ما مسموحش لك بالغلط، مي ان شاء الله كنقول لهم ان بادعوك غايقول الكلمه ديالو وان شاء الله الاكثر ان شاء الله.